معكم مصطفى النسوان، يمعنا الحلقة الرابعة من بي ال سي. ومثل ما حكينا انه نحن عم نشتغل على البي ال سي بناء على برنامج او اعتمادا على برنامج يدرس في المدارس المهنية في السويد. اليوم عنا المصعد وكيفية برمجة المصعد. المصعد في عنا المعطيات التالية الموجودة امامنا، كل زر عن شو بيعبر او كل رمز شو بيعبر. في عندي انا او في عنا نحن هون الانجونجر او يعني المدخلات، في الانجونجر المخرجات. في عنا الزر او الازرار المصعد من 1 إلى 5، في عندي 5 طوابق، 1 2 3 4 5، هي تعتبر الازرار الخارجية خارج المصعد من X0 إلى X4. وعندي الازرار الداخلية داخل المصعد، هي ازرار من X5 إلى X11. وفي عنا الحساسات كل طابق X12 13 14 15 و16. أمر الصعود هو Y0 وأمر الهبوط Y1 وأمر فتح الباب وأغلاقه هو Y2. الأضواء، لاحظ فوق كل رقم في عندي ضوء لمبة بالنسبة للطابق الأول والثاني والثالث والرابع من Y3 إلى Y7. وعندنا الأضواء ضمن المصعد اللي هي من Y10 إلى Y14. نحن عندنا هلا المثال هاد بدنا نحاول نضغط على الزر الاول او الطابق الاول لينزل لعنا المصعد. الطابق الاول X0 كناب فون 1 X0، وبتعرفوا انتو نحن اذا ضغطنا على X0 ينزل المصعد، حتى لو ضغطنا على X5 من ضمن المصعد يجب أن ينزل المصعد إلى الطابق الأول. إذا X0 أو X5 يؤدي إلى نزول المصعد، ونزول المصعد لنا Y1. خلونا نطبق هالمثال هذا ونشوفه مباشرة. تشغيل، ضغطنا على، منلاحظ انه صحيح عم ينزل المصعد، ولكن يجب استمرار الضغط على الزر X0. لذلك لتحسين الوضع يجب جعل Y1 عبارة عن ذاكرة. اذا منضيف ست Y1. هلأ بتشغيل البرنامج مجرد ضغطة صغيرة على X0 يؤدي إلى هبوط المصعد إلى الأسفل. طيب نشتغل على صعود المصعد. بدنا نضغط على X4 اعتبار أنه الطابق الخامس هو X4 أو X11. نقول X4 أو X11 يؤدي إلى ست. ما ننسى أنه بدنا نحط ست Y0 اعتبار أنه Y0 هو صعود المصعد. تشغيل، وهي إذا نلاحظ أن المصعد بدأ بالصعود. إلى خارج الطابق الخامس. إذا بحاجة الوضع إلى تحسين. ماذا يجب أن نفعل لتحسين الأمور؟ في حال ضغطنا على الزر X0 يجب أن يهبط المصعد، ولكن حتى نجعل المصعد يقف نقوم بإضافة حساسات. الحساسات هي بالنسبة للطابق الأول هي في X12، نضع X12
في حال وصول المصعد الى اكس 12 يشغل لمبة الطابق الاول. نحن قلنا اللمبة واي 3، اذا واي 3 فقط، لا يجب ايضا ايقاف الهبوط ريست واي 1. نرى تشغيل البرنامج، الضغط على الزر اكس 0 ونرى هل يقف المصعد عند الطابق الاول. ما زال يهبط المصعد. إذن وقف المصعد عند الطابق الأول وأضاء اللمبة. نوقف البرنامج، نضع تحسينات للبرنامج ولكن نجعل المصعد يصعد إلى الأعلى. ما هو زر الصعود إلى الأعلى؟ اكس 0 أو اكس 5. ما هي حساسات الطابق الخامس؟ اكس 16. اذا في حال اكس 16 اللمبة تضيء. ما هي رمز اللمبة في الطابق الخامس؟ واي 7. اضافة الى توقف ريست توقف الصعود واي 0. نرى هل يتم هذا الأمر؟ تشغيل البرنامج والضغط على اكس 4. نرى المصعد يرتفع إلى الأعلى. إذن وقف المصعد عند الطابق الخامس. جميل هذا الكلام. ماذا سنفعل الآن؟ سنجعل المصعد يقوم بفتح الباب. نوقف البرنامج، نضع في الأسفل في حال اكس 12 او اكس 16 على اعتبار انه اكس 12 هو حساس الطابق الاول واكس 16 هو حساس الطابق الخامس. يقوم بفتح الباب. ما هو رمز فتح الباب؟ رمز فتح الباب واي 2. نلاحظ من نافذة المعطيات عنا بالحساسات واي 2. اذا نشغل البرنامج ونضغط على، لاحظوا الباب فتح اوتوماتيكيا، نضغط على اكس 0. الباب أغلق أيضا أوتوماتيكيا ونزل المصعد إلى الطابق الأول. هل سيفتح؟ نعم فتح الباب، وقف وأضاء اللمبة الطابق الأول وفتح الباب. نضغط على الطابق الخامس ونرى هل سيقف ويفتح الباب ويضيء اللمبة. نعم، إذن تم الأمر. كيف سنقوم بجعل الطابق الوسطي اللي هو الطابق الثالث يقف عنده المصعد؟ إذا قمنا بإجراء عمل للطابق الثالث، العمل المعمول للطابق الثالث هو نفسه سيكون على الطوابق الأخرى، وبالتالي نكون قد حلينا المصعد بشكل كامل. راح نقوم بهذا العمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى من السويد.